الناشط عمر التلاوي. بهاي قصفونا، بهاي قصفتني، استشهدوا، شقفوا بهاي، هاي صنع إيران، بهاي. هاي أشلاء إنسان، هاي أشلاء إنسان، هذا المخ بقلب الكيس، مخ بقلب الكيس، هذا بعد القصف صار صافي. هاي إجر، هاي إجر، هاي إجر إنسان، هاي إجر إنسان، هاي إجر إنسان، هذا القصف العشوائي بالهاوي من عند من فوق القلعة، شربيحة عم تقصف الناس بحمص القديم، هاي إجر إنسان، هاي لأنه الزلمة شقف، لقيناه هاي، تعرفين لقيناه هون؟ لقيناهم تحت الانقاض، اليوم لحتى لقيناها صلى خمس ايام البناية هادي، اليوم لحتى لقينا هدول شقف اللحم الزامي. الله اكبر عليك يا بشار. أشلاء إنسان عم نلاقيهم تحت الأنقاض بعد ما يقصفنا بالهاوي الشبيحة، خلي يشوف العرب شو عم نعمل. الله اعلم اجر مين هاي، ولا ايد مين هاي، ولا مخ مين هذا. شوهت العالم، ما عاد نعرف مين الشهيد، ما عاد نعرف مين هدول الناس اللي بيكونوا عم تمر وينزل فوق الهاوي. صارت الناس تنفقد.